رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني للمركز الأول ولقب كأس الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخ المنتخب بعد فوزه على المنتخب السعودي الشقيق. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريح له بمناسبة تحقيق الحلم الخليجي: يعد تحقيق كأس الخليج لكرة القدم إنجازا تاريخيا والتحقيق في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الذي قدم الدعم اللامحدود للرياضة البحرينية وكرة القدم على وجه الخصوص، الأمر الذي ساهم في تطبيق استراتيجية تطوير كرة القدم البحرينية، حيث كان تحقيق المنتخب الوطني للقب كأس الخليج لثاني إنجازاته الكروية بعد تحقيق لقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم، وهو الأمر الذي يؤكد أن الكرة البحرينية تسير في الطريق الصحيح نحو التطور والنماء. وتابع سموه: يعد الإنجاز الخليجي الذي طال انتظاره منذ انطلاقة كأس الخليج العربي في البحرين عام 1970 نقطة مميزة وناصعة البياض تضاف إلى سلسلة إنجازات المنتخب الوطني وتضيف الكثير إلى الكرة البحرينية في تحديها والارتقاء بها نحو تحقيق المزيد من الأحلام والبطولات التي نسعى إلى تحقيقها، خاصة في ظل المجموعة التي يمتلكها المنتخب والمكونة من مجموعة من العناصر الشابة والذواقة إلى تحقيق إنجازات كبيرة ونوعية باسم البحرين ورفع اسم البحرين عاليا في العصر الذهبي للإنجازات البحرينية النوعية. وأشار سموه: هناك أبطال يجب أن نتوجه لهم بالشكر والثناء على ما قدموه من مستويات راقية طيلة فترات البطولة، وتمكنوا من تخطي الصعاب الجسام وتحويلها إلى نقاط انطلاقة من أجل الوصول إلى الحلم والتتويج التاريخي بكأس الخليج، بالإضافة إلى حرصهم الموصول على التفاني واللعب الحماسي والرجولي وبالروح الرياضية العالية وتشريف بلادهم وصولا إلى تحقيق مجد جديد وتاريخي كتبوا من خلاله اسم مملكة البحرين في سجلات الأبطال بحروف من ذهب.